هاي، ازيكم يا اصحابي؟ انا اميره من برنامجكم السنابل نيوز مصر. جربت تربط بين عينك وعقلك وايديك علشان ترسم لوحه فنيه جميله؟ ده اللي عملوه اصحابنا النهارده من خلال معرضهم الجميل ابواب، واللي منظمه اكاديميه فانتازيا للفنون. تابعونا. السنه دي المعرض في داندي ميجا مول. احنا كانت فكره المعرض اسمه ابواب. ابواب بيتكلم عن ابواب خوف، ابواب فرح. خسبنا كل طفل يفكر ويشتغل من دماغه ايه الحاجه اللي ممكن لما يفتح الباب يلاقيها. السنه دي كمان عشان ندخل في الحاله اكتر، فعملنا ابواب، مكاتب باب خشب بكل حاجه، بكل تفاصيله، بكل عشان الطفل يحس فعلا ان هو بيرسم مش بس الفكره، لا وكمان بيحس ان حاجه قدامه بينفذها بجد. مس منال هي اللي شجعتني على الرسم. انا بحب القطط فعشان كده رسمتها، لان هي حاجه حلوه قوي وانا بحبها جدا. انا بحب القطط وكده، يعني فانا قررت ان انا ارسم قطط. ان انا بحب الانيمالز قوي، فانا قررت ارسم سمكه جيلي فيش تحتها. بس انا عشان كمان يعني اللوحه ما كانتش كتيره قوي، فانا قلت اعمل ديتيل زياده، فانا زودت بيت على فوق السمكه. وانا رسمت بومه الوان تانية غير البومه الحقيقيه، يعني عشان يبقى شكلها حلو. انتوا اديتوا خبره كبيره للصغارين في سنكم واللي لسه بيحاولوا يشوفوا طريقهم موضوع الفن، ان هم يبتدوا يرسموا او يتعلموا. عايز اقول كمان لكل واحد في البيت، ما تاثرش مع ابنك، هات له كراسه والوان، خليه يخرج طاقه. الفن ده طاقه جميله. عملت شجره عشان في شجره يعني في النص كده، بتفرج على السانسات. لما كنت صغننا كنت برسم عشان انا كنت عايزه الاطفال يبقوا مبسوطين. رسمتي بتتكلم عن الناس اللي هم مثلا دايما بيبقوا ساكتين من بره وبيبان ان هم هادين، بس من جواهم دايما بتلاقي في حرب وفي افكار سيئه ووحشه. رسمتي بتتكلم عن الحريه، بنت كان نفسها تطير فرسمت لنفسها جناحات. شخبط، ارسم، لون، جرب، حاول. مفيش نجاح من غير محاولة، مفيش إبداع من غير تخيل. وده اللي تابعناه النهاردة معاكم يا أصحابي من خلال معرض فانتازيا للفنون. كانت معكم أميرة من السنابل نيوز مصر. باي باي.